charges Q, 2Q, 3Q, and 4Q are placed at a corners. نحنا Q, 2Q, 4Q, 3Q. The field at center B of the square has a direction along AB أو CB أو AC أو DB. فالمطلوب في هذا السؤال هو إيجاد اتجاه الإلكتريك فيلد عند البوينت B يكون بأي باتجاه أي ضلع من الأضلاع الأربعة الموجودة في المربع. فلحل هكذا السؤال نحتاج أنه نرسم الإلكتريك فيلد دايركشن عند النقطة B بتأثير كل شحنة من الشحنات الأربعة. فإذا نبتدأ أنه برسم السؤال مرة أخرى، فإذا نلاحظ تأثير الشحنة Q على النقطة B، راح نلاحظ بما أنه هي شحنة موجبة راح يكون الإلكتريك فيلد راح يكون أكيد خارج، والشحنة 2Q أيضا راح يكون خارج ومتجه إلى النقطة B، بينما الشحنة 4Q راح يكون أيضا خارج ومتجه إلى النقطة B، و3Q أيضا راح يكون خارج ومتجه إلى النقطة B بهذا الشكل. إذن لإيجاد اتجاه الإلكتريك فيلد عند النقطة B نحتاج إلى إجراء عملية الجمع الاتجاهي للمتجهات. فنلاحظ بهذا الضلع أنه عندك أنه متجهين متعكسات بالاتجاه، فأكيد اللي راح يتغلب أنه قيمة 4Q على 2Q، فراح تكون المحصلة عند النقطة B هي بهذا الاتجاه. أوكي، بهذا الاتجاه باعتبار أنه 4Q أكبر من 2Q، وتكون المحصلة إذا تجمعهن يعني راح يكون كأنما 2Q المحصلة النهائية. بينما هذا الضلع آخر أيضا نجمع جمع اتجاهي، فبما أنه 3Q أكبر من الـ Q إذا ما هتكون المحصلة بهذا الاتجاه عند النقطة B، والمحصلة قيمتها أكيد 2Q باعتبار أنه 3Q minus Q فراح تكون 2Q. فلإيجاد اتجاه الإلكتريك فيلد الكلي عند النقطة B نحتاج إلى تحليل المتجهين. راح يكون عندنا تحليل أفقي وتحليل أنه شنو عمودي، راح يكون بهذا الشكل. فنلاحظ أنه المتجهات الأفقية راح تتكنسل باعتبار أنه متعكس بالاتجاه وله نفس القيمة اللي هو 2Q و2Q، بينما المتجهات العمودية اللي هي هاي المتجهين راح ينجمعان ويكون اتجاهن إلى الأعلى. فإذا الاختيار الصحيح هو يكون اتجاه الإلكتريك فيلد يكون باتجاه هذا الضلع اللي هو هنا مطينا أنه الترميز مات CB، أو نقدر نقول باتجاه هذا الضلع اللي هو الترميز مالته الـ AD. فبما أنه مطينا من ضمن الاختيارات الاختيار هو CB، إذن الاختيار الصحيح راح يكون ما هو إلا direction of electric field عند النقطة B راح يكون along CB.